عرفت في الوسط الفني ببراءتها، فهي إحدى الوجوه الرومانسية في زمن الفن الجميل، واستطاعت من خلال أدوارها للفتاة الحالمة أن تلفت الأنظار لموهبتها. ورغم أن مشوارها لم يكن طويلاً، إلا أنها شاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي شكلت ملامح السينما المصرية وقتها، وكانت طلتها الأولى على الشاشة الفضية ناجحة أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم موعد مع السعادة، كما تألقت في دور البطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب، لتتوالى بعد ذلك مشاركتها السينمائية الناجحة مع فنانين الزمن الجميل، والذي كان من بينهم الفنان القدير إسماعيل ياسين. شاركت الفنانة أمال فريد الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين في 4 أفلام خلال 3 سنوات فقط، وبدأت تلك الأفلام بمشاركتها في فيلم إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات عام 1957، وشاركهما في البطولة عبد الفتاح الأسري ونزهة يونس وحسن فايق وعمر الحريري وزينات صدقي ورياض الأصبجي، وتأليف عبد الشافي محمد وقصة وسيناريو أبو الصعود الإبياري وإخراج سيف الدين شوكت. وفي عام 1958 شاركت أمال فريد إسماعيل ياسين في فيلم امسك حرامي، وشاركهما في بطولته كل من محمود المليجي وحسن فايق وزوزو حمدي الحكيم ورياض الأصبجي، وهو من تأليف كامل التلمساني وإخراج فطين عبد الوهاب، وحققوا نجاحا كبيرا في عام 1959 بتقديم فيلمين دفعة واحدة، أولهم فيلم حماتي ملاك بطولة كل من يوسف فخر الدين وماري منيب وخيرية أحمد وتأليف وإخراج عيسى كرامة، أما الفيلم الثاني وهو آخر الأفلام التي قدماها سويا هو فيلم إسماعيل ياسين في الطيران، وشاركهما في البطولة نجوى فؤاد ورياض الأصبجي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ويوسف شاهين وزهرة العلا وشفيق نور الدين، وهو من تأليف أبو الصعود الإبياري وإخراج فطين عبد الوهاب. حلت الفنانة القديرة أمال فريد في آخر أيامها كضيفة على برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية الحياة من داخل المستشفى التي تتواجد فيها بعد تعرضها لكسر فستاق، وأدلت بمختلف التصريحات عن حياتها الفنية والشخصية وما شاهدته بعد أن غابت عن عالم الفن. وحكت أمال فريد عن صداقتها للفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين قائلة: كنت بستمتع بالعمل مع إسماعيل ياسين، وهو ممثل رائع وأفلامه نجحت بسبب وجود إسماعيل ياسين نفسه، كما أن كبر فمه كان أحد أسباب نجاحه والجمهور كان يعشق أفلامه. وكشفت أمال فريد عن سبب إفلاسه قائلة: زوجة إسماعيل ياسين هي السبب الحقيقي وراء إفلاسه وخسارة ثروته وما تعرض له من تدهور.